خلونا نستقبل على تليفون سعادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سعادة السفير، في البداية أنا برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذة نادر، أهلا بحضرتك. خليني أبدأ مع حضرتك بالقرارات الجديدة اللي يمكن سمعنا عنها النهاردة، إزاي هتساعد هذه القرارات في تعزيز الاستثمار يا فندم؟ هتساعد في تعزيز الاستثمار، لأن هذه القرارات هي نتاج مطالبات حقيقية تلقيناها من المستثمرين ورجال الأعمال على مدار الفترة الماضية، اللي شهدت عقد عدة اجتماعات من جانب السيد رئيس الوزراء ومن جانب أيضا المعنيين بملف الاستثمار سواء في هيئة العامة للاستثمار أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كان حصيلة هذه المناقشات عدة طلبات تلقيناها منهم، بالإضافة طبعا لما نتج عن التطبيق الفعلي من مشكلات وردت إلينا من خلال اللجنة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين الموجودة في مجلس الوزراء. تم تجميع حصيلة هذه الطلبات وعرضها في اجتماع الأمس مع سيادة الرئيس، كان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد. وعلى الفور فور عرض هذه المطالب تمت الموافقة عليها، وجه سيادة الرئيس بالموافقة على هذه الطلبات، ووجه أجهزة الدولة بالعمل على تطبيقها، بمعنى الإجراءات التي تحتاج قرارات إدارية سواء من جانب رئيس الوزراء أو من الوزارات المختلفة سيتم اتخاذ هذه القرارات على الفور. أما الإجراءات التي تحتاج تعديلات تشريعية والعرض على مجلس النواب لأنها تتضمن مثلا تعديلات في قانون الاستثمار أو غيره، حيتم أيضا صياغة التعديلات التشريعية اللازمة وإحالتها لمجلس النواب لتمهيدا لإقرارها. في النهاية محصلة هذا وذاك القرارات والتشريعات إن شاء الله نأمل أنها هتحدث نقلة حقيقية في ملف الاستثمار في مصر، لأن بعض هذه المطالب يعود لعدة عقود لم يكن يعني يتم الاستجابة لها، لكن الاستجابة الجديدة من جانب الحكومة لهذه المطالبات إن شاء الله ستشجع مزيد من المستثمرين سواء الأجانب إن هم يأتوا إلى مصر وضخ استثمارات جديدة أو المستثمرين الحاليين إن هم يتوسعوا في استثمارات. طيب سعادة السفير، اسمح لي في السؤال ده، المستثمرين الحاليين هل بيندرج تحتها حتى الشباب المستثمرين؟ يعني بما إن حضرتك اتكلمت على إن هي مطالب حقيقية، ويمكن دولة رئيس الوزراء اتكلم في إنه هيتم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والموضوع مش هيبقى محصور فقط على أصحاب الاستثمارات الكبرى، هل إحنا بنتكلم هنا كمان على شريحة جديدة هتضاف، ولا إيه المفهوم أو إيه المقصود من الموافقة على قرار زي ده يا فندم؟ يعني سؤال حضرتك مهم جدا، لأن شباب المستثمرين لهم إجراء مهم يعني مستحدث للمرة الأولى. إحنا لاحظنا في خلال الفترات السابقة إن كان هؤلاء الشباب الواعي نتيجة بعض المعوقات البيروقراطية والإدارية في مصر بيلجأ إلى دول أخرى وبينشئ شركاته، يبقى هو مقيم في مصر وبينشئ الشركات المستحدثة الناشئة خارج مصر نتيجة أن الوضع في الخارج أسهل من الوضع البيروقراطي في الداخل. فتم التوافق بالأمس من أحد القرارات إنشاء وحدة تتبع رئيس الوزراء مباشرة ويرأسها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، يكون اختصاصها الوحيد هو تسهيل عمل هؤلاء الشباب الذي يرغب في إنشاء وتأسيس شركات ناشئة. سيتم تبني كل الإجراءات والتشريعات التي تطبقها الدول الأخرى والتي تسهل عمل هؤلاء، وسيتم تطبيقها في مصر علشان نوفر عليه، بدل ما يروح ينشئ هذه الشركات في الخارج لا هو هينشئها في الداخل. ده طبعا بالإضافة إلى أن لو كان الشركة تنطبق عليها، الشركة اللي هو راغب في إنشائها هو مجموعة من يعني من الشباب برضو مجتمعين مع بعض وينطبق عليها شروط الحصول على الرخصة الذهبية، سيتم منحهم الرخصة الذهبية. الرخصة الذهبية عشان نفكر الناس هي رخصة بتجب باقي الموافقات، يعني المشروع اللي بيحصل على هذه الرخصة لا يحتاج ان هو يذهب الى جهات الدولة المتعددة للحصول على موافقات، هي موافقة واحدة بتجب موافقات كل الجهات الاخرى. وده اللي كان بيقصده دولة رئيس الوزراء لما قال ان هيتم التوسع في اصدار الرخصة الذهبية. طيب في الحقيقة عايز اعرف من حضرتك سعادة السفير، هل بما ان هي مطالب واكيد حضراتكم بيتقدم لكم طلبات كتير من مستثمرين وخاصة لما دخل الجزء المتعلق بالشباب، اصدار القرارات زي دي اكيد كان محتاج من حضراتكم وقت ودراسه، هل نطمح انه يكون في المستقبل تسهيلات اجراءات قرارات زي دي اخرى؟
العملية دي ديناميكية، يعني هذه المجموعة هي الحزمة الأولى من القرارات، وتختلف عن باقي القرارات إن هو كل إجراء منها، يعني هتجدي حد في جدول كده عرضه رئيس الوزراء أمام الصحفيين اليوم بشكل يعني في شفافية، كل إجراء أمامه المدة الزمنية التي سيستغرقها لتطبيقه أو لإقراره بشكل نهائي. بعض هذه القرارات هيتم تطبيقه هيستغرق أسبوعين ليكتمل، بعضها نتيجة إن هو تعديل تشريعي ممكن يصل إلى شهرين أو ثلاثة. لكن في كل الأحوال نحن لدينا الآن جدول زمني لكل إجراء، وسيتم الالتزام بهذا الجدول، وهتكون في متابعة من جانب رئيس الوزراء، وهيكون في متابعة أيضا من جانب المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، دي أول حاجة. والحاجة الثانية، حتى هذه الحزمة من القرارات بعد أن يتم الانتهاء منها بشكل كامل بما فيها من تشريعات، هيكون في حزم أخرى، لأن عملية الاستثمار هي عملية ديناميكية، كل فترة هتظهر مطالب أخرى، وكل فترة هتظهر مشكلات أخرى. هي ظهور المشكلات أستاذة ندى ليس هو المشكلة، لكن المشكلة هو كيف تتعاملي مع هذه المشكلات. عند إذا كان كل مشكلة تظهر يعني تجد يعني مسار واضح وشفاف للتعامل معها وحلول واقعية، هذه ستكون خطوة إيجابية للغاية. لكن أن تظهر المشكلة وتتراكم ولا تجد حل على مدار عقود، لأن بعض هذه المشاكل موجودة منذ عقود، فهذه هي المشكلة الحقيقية، أن لا تتعاملي مع مطالب المستثمرين بجدية، وأن يتم المماطلة في الاستجابة له. أحد القرارات المهمة اللي أنا بذكرها هنا هو أن الموافقات اللي كانت بتأخذ شهور حتى الموافقات الأمنية، لما مستثمر أجنبي طبيعي جدا، أي مستثمر أجنبي يعني قادم إلى البلد من الطبيعي جدا أن يحتاج إلى موافقات أمنية، لكن لا يجب أن تستغرق هذه الموافقات عدة شهور. القرار الجديد أن هذه الموافقة لن تزيد عن 10 أيام، يتم إرسال الملف إلى الجهة المعنية ونتلقى الرد، سواء الرد بالموافقة أو بعدم الموافقة، أو حتى لو لهم مطالب أخرى أو مزيد من المعلومات طلبوها، في كل الأحوال لا يجب أن تزيد المدة عن 10 أيام. ده من أحد برضو التسهيلات المهمة جدا في هذا الإطار. دي حقيقة. يعني سعادة السفير، خلينا نقول أن حضراتكم فتحتوا الباب على مصراعيه، بتقولوا لأي مستثمر شاب أو حتى أجنبي أو مستثمر كبير أنه التسهيلات موجودة، حتى الموضوع ما بقاش حكر على قطاع. يعني حضراتكم ما قلتوش أن في قطاع معين هو اللي احنا هنقدم فيه التسهيلات، جميع القطاعات مطروحة أمام المستثمرين أن هم يدخلوا ويستثمروا في أي قطاع. مظبوط، ودي ملحوظه مهمه جدا. نحن لا نستهدف قطاعا بعينه، قطاعا صناعيا بعينه. انا سئلت من يعني منذ قليل ما هي اولويات الدوله في القطاع الصناعي، قلت ان كل القطاع الصناعي يمثل اولويه للدوله. نحن في هذه الظروف الصعبه اللي بتمر بها الاقتصاد المصري، القطاع الصناعي باكمله يمثل اولويه، لاننا نحتاج الى العمل على زياده الصادرات، ونحتاج الى العمل على التوسع في الانتاج الصناعي من اجل تخفيض تكلفة المنتجات، يعني أولا يعني تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتج المصري، وأيضا تخفيض التكلفة لكي تنخفض الأسعار بالتبعية. وبالإضافة إلى ذلك طبعا نحتاج إلى زيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري، لأن الصادرات تمثل أحد الموارد الدولارية المهمة جدا في هذه الفترة. فكل القطاع الصناعي بأكمله وكل الصناعات تحظى بأولوية، لكن طبعا في قطاعات بتحظى حاليا بحوافز اضافيه، وهي القطاعات المستحدثه زي الهيدروجين الاخضر مثلا على سبيل المثال. النهارده مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بيمنح بها وينظم الحوافز الممنوحه لهذا المجال، اللي هو لا يزال مجال بكر، لا يزال لدينا فرص واعده في ان احنا نصبح بمثابه مركز اقليمي لانتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر. علشان كده ادينا لهذا المجال او لهذا القطاع حوافز اضافيه. طب اخيرا سعاد سفير، الطرح الحكومي للشركات، اخر المستجدات المتعلقه بالموضوع ده يا فندم؟ اخر المستجدات ان احنا ان شاء الله خلال ايام قليله سيعلن رئيس الوزراء من خلال مؤتمر صحفي الاتفاقات التي توصلنا اليها حتى الان. رئيس الوزراء كان وعد من حوالي شهر انه قبل 30/6 الجاي القادم، نهايه العام المالي الجاري، هيكون في صفقات انتهت بحوالي 2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك هيعلن بقى في هذا المؤتمر الصحفي ما تم إنهاؤه حتى الآن. هناك صفقات تم التوافق عليها بشكل كامل، هناك صفقات جاري التوافق عليها في برنامج الطروحات، سيعلنها رئيس الوزراء. ودي برضو من الحاجات المهمة جدا اللي هتسهم في تحسين
وضع الجنيه المصري في الفترة القادمة، لأن أي موارد دولارية إضافية داخلة إلى البلد هتقوي أو تحسن وضع الاحتياطي ووضع الجنيه، ونحن في أمس الحاجة حاليا لمثل هذا. فإن شاء الله نبشر الجميع أنه قريبا هيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الطروحات إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك.